بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن قرة عيوننا وربيع قلوبنا حبيبنا محمد عبده ورسوله. حياكم الله وسدد على الخير خطاكم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل صيامكم وقيامكم. أيها الأحباب الكرام، برعاية كريمة من الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور مثنى حارث الضاري، يقيم قسم الدعوة والإرشاد الدروس الرمضانية الموسم الثالث. وفي هذه الأمسية المباركة أيها الأحباب الكرام، نترك المنبر لأهله والقوس لراميه، عباراته تدخل القلوب لأنها تخرج من قلب صادق، فتخترق القلوب لأنها لها عذوبة ولها وقع في القلب. معكم في هذه الأمسية أيها الأحباب الكرام الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخواننا الكرام، من المسلمات في عالم البشر أن 8 مليارات إنسان في هذه الأعداد المتنامية قواسم مشتركة، كل أهل الأرض يتمنون السلامة. مين بيحب المرض؟ مين بيحب الفقر؟ مين بيحب القهر؟ ولا واحد. وكلهم جميعاً يتمنون السعادة. من منا لا يحب أن تكون زوجته صالحة، أولاده أبرار، رزقه في بلده، بيته واسع؟ نحن جميعاً نتمنى السلامة والسعادة. من منا لا يتمنى أن يعيش 130 سنة؟ والأثر خيركم من طال عمره وحسن عمله. إذن في قواسم مشتركة بين بني البشر جميعاً من دون استثناء. لذلك الله عز وجل خص الإنسان بخصائص، يعني الله عز وجل خلق الخلائق جميعاً من دون استثناء في عالم النفوس، وعرض عليهم الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الملائكة عقل بلا شهوة، والحيوانات شهوة بلا عقل، والإنسان من كليهما. الآن دققوا، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فأنت أيها الإنسان المخلوق الأول رتبة، لأنك في عالم الأزل قبلت حمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فلما قبل الإنسان في عالم الأزل حمل الأمانة، كان عند الله المخلوق الأول رتبة، وعندئذ سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، تسخير تعريف وتكريم، والمسخر له أكرم من المسخر. فأنت أيها الإنسان كائناً من كان المخلوق الأول في الحياة.
أنت مكرم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أنت الأول رتبة، والمكرم ثانيا، والمكلف ثالثا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت مكلف أن تعبد الله. معنى العبادة قد نفهمها فهما ضيقا، أن تصلي وأن تصوم وأن تحج وأن تزكي وأن تنطق بالشهادة، لا لا، هي عبادة شعائرية. العبادة الأصلية العبادة التعاملية، أن تتحرك بدافع من حرصك على سلامتك وعلى سعادتك وعلى استمرارك وفق منهج الله، يعني تتبع تعليمات الصانع. والإنسان انطلاقاً من حبه اللامتناهي لذاته ينبغي أن يحرص على سلامته وسعادته واستمراره، وهذه الثلاث باتباع تعليمات الصانع، ولا ينبئك مثل خبير. فأنت مبدئياً انطلق من حبك لذاتك، أعقد آلة بالكون، ولهذه الآلة بالغة التعقيد صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقاً من حرصك اللامحدود على سلامتك وسعادتك ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع. مثل بسيط، اقتنيت مركبة حديثة جداً، أثناء القيادة تألق ضوء أحمر في لوحة البيانات. إذا فهمت أنت فهم خطأ، فهم تزييني، احترق المحرك. إن فهمته فهم الصانع، ضوء تحذيري، أوقفت المركبة وأضفت الزيت، سلم المحرك. مبدئياً أحب نفسك، أحب ذاتك، بتعبير غير مألوف، كن أنانياً من أجل سلامتك وسعادتك. يعني مثلاً ماشي بمكان متسع، لوحة كتب عليها حقل ألغام ممنوع التجاوز، بربك هل تفهم هذه اللوحة حداً لحريتك أم ضمان لسلامتك؟ في اللحظة التي تفهم فيها حدود الشرع ليست حداً لحريتك لكنها ضمان لسلامتك، أنت فقيه ورب الكعبة. انطلق من حرصك على سلامتك وسعادتك واستمرارك، لك صانع عظيم. وقالوا كمال الخلق يدل على كمال التصرف. أنت ممكن تشتري برمضان فاكهة، بطيخة، ثمنها كذا، تدفعها وتمشي. أما شراء 100,000 جهاز كمبيوتر من أكبر شركة، بده عقد، في شروط، في دفعات أولى، في صيانة. فأنت عم تتعامل مع خالق الأكوان. لذلك قالوا كمال الخلق يدل على كمال التصرف، أنت مع الخالق، ما تركك بلا هداية، أرسل لك كتاب، رسل، أنبياء، دعاة، علماء ربانيون، كتاب فسر من قبل النبي الكريم، شرح من قبل العلماء. أنت أمام حشد كبير من الدعاة إلى الله من أجل سلامتك وسعادتك واستمرارك. طيب. الآن في عنا، يعني مرة كنت في أمريكا ودعاني أحدهم إلى زيارة معمل سيارات من الطراز الأول، جنرال موتورز. قال لي الخبير في بها السيارة 300,000 قطعة. أنا كراكب إلى غلاف، مقاعد، محرك، عجلات، مقود، بنزين، ستة، نزلوا من 300,000 لستة.
طيب سؤال، كم كتاب ديني بالأرض فيه الآن؟ والله بالملايين. كم عالم؟ بمئات الألوف. كم معهد؟ كم ممكن هالدين ينضغط على عظمته وعلى شموليته وعلى غناه ببنود معدودة مثل ما ضغط أنا 300,000 قطعة بستة؟ ممكن. أول شيء الإيديولوجيا، العقيدة، التصور، الجانب العقدي، الفكر. من أنت؟ لماذا أنت في الدنيا؟ ما الموت؟ ماذا بعد الموت؟ ما البرزخ؟ ما الجنة؟ ما النار؟ كيف ينبغي أن تربي أولادك؟ أسئلة كبيرة جداً. فأنت بأمس الحاجة إلى تعليمات الصانع، وتعليمات الصانع هي الكتاب والسنة الآن. تعليمات الخبير الصانع القدير. يعني عفواً، أنت ماشي بطريق بعمان، راكب سيارتك، في لوحة، لوحة المرور، الإشارة حمراء، لماذا تقف؟ لأنه واضع قانون السير علمه يطولك من خلال هذا الشرط، وقدرته تطولك بيسحب الإجازة، بيحرمك من المركبة سنة بكاملها. إذاً ما دام وزير الداخلية من خلال شرط السير علمه يطولك وقدرته تطولك، لا بد من أن تطيعه. اسمع القرآن: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، نقطين، أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لما اختار الله من بين كل أسمائه العلم والقدرة؟ علمه يطولك وقدرته تطولك. أنت مع شرطي سير ما بتعصي، أنا واضع القانون من خلال هذا الشرطي علمه يطولك وقدرته تطولك، ولأنك تحب سلامتك وسعادتك هذا قرار مصيري، قرار نهائي، لا بد من تنفيذ تعليمات الصانع انطلاقاً من حبك لذاتك، من حبك لذاتك. الآن هالجماد، أنا أمام طاولة، هي لها وزن ولها حجم ولها أبعاد ثلاثة، هذا الجماد، في غير هيك؟ أما أمامي نبات وإن كان صناعي، لو كان طبيعي كمان له وزن وحجم وطول وعرض وارتفاع وأبعاد ثلاثة، إلا أنه ينمو، زاد النبات على الجماد بالنمو، وزاد الحيوان على النبات والجماد بالحركة، الهرة تمشي. الآن استعدوا للمفاجأة، والإنسان له وزن وحجم وطول وعرض ارتفاع كالجماد، وينمو كالنبات، ويتحرك كبقية المخلوقات، إلا أن الله أودع في الإنسان قوة إدراكية، هذه القوة الإدراكية تلبى بطلب العلم. دقيق الآن الكلام في قسوة، وما لم تطلب العلم هبط الإنسان عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. اسمع قول الله عز وجل: أموات غير أحياء، كلام خالق الأكوان. بس هو ضغطه مناسب جداً، 8-12 والنبض 80، وعند الله ميت، عند الله ميت، كلام خالق الأكوان: أموات غير أحياء. وصف آخر:
إن هم إلا كالأنعام، دابة يعني، كأنهم خشب مسندة، جماد، كله قرآن، كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذه أوصاف خالق الأكوان لمن شرد عن الله. لذلك خيارك مع الدين لا خيار وردة حمراء تزين بها صدرك، بل خيار هواء تستنشقه، ما في حل وسط. ابن عمر: دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. الدين قضية مصيرية، البيت ما ناسبك بتغيره، والمركبة بتبيعها، بس أن تغفل عن الله. لذلك أكبر جرم يقع به الإنسان أن يغفل عن الله. عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. بيقدر واحد من الحاضرين جميعاً وأنا معكم يقول ما بموت أنا؟ رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. أخواننا الكرام، مع الأسف الشديد الناس جميعاً يعيشون حاضرهم وماضيهم فقط. الأخ الكريم ماذا يعمل؟ مهندس. وين درست؟ بالقاهرة. ماشي. لكن معظم الناس يبتعدون عن المستقبل. ليش؟ في بالمستقبل خبر مخيف، هو مغادرة الدنيا، من بيت إلى قبر، من زوجة وأولاد وأصهار وكنائن وسهرات وولائم ومناسف كمان إلى قبر، من رحلة وسياحة وسفر، وشي على البحر، شي على الجبل، شي لأوروبا، شي لآسيا، سيارتين ثلاثة إلى قبر. البطولة والذكاء والعقل والنجاح والتفوق أن تعد لهذه الساعة التي لا بد منها. لذلك قالوا الإنسان حينما يعيش المستقبل بيكون تحقق شيء من سعادته الأبدية في مغادرة الدنيا. ومنهج الله واقعي وطبيعي، يعني ما في أمر الله أمرك فيه فوق طاقتك. كلام دقيق: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. من هنا جاء البحث عن الحقيقة، أهم شيء بحياتك. من أنا؟ لماذا أنا في الدنيا؟ ماذا بعد الدنيا؟ ماذا بعد الموت؟ ما الجنة؟ ما النار؟ ما الدين القويم؟ فالبحث، لذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم. يعني مثلاً مظلي، قد يجهل هذا المظلي شكل المظلي، يا ترى بيضوي، مستطيل، دائري، ما بيعرف. قد يجهل نوع الخيوط التي صنعت منها، مشكلة. قد يجهل الحبال، ألوان الحبال، خيوط الحبال. قد تجهل مئة معلومة عن المظلي إلا معلومة واحدة، إن جهلتها نزلت ميتا. طريقة فتحها، طريقة فتحها عبر عنها العلماء: ما ينبغي أن يعلم بالضرورة. مهندس، طبيب، فضائي، قوي، ضعيف، غني، فقير، متعلم، غير متعلم، ما ينبغي أن يعلم بالضرورة. بس عظمة هذا الدين أن الانتفاع به لا يقتضي حصراً العلم به. يعني كيف؟ في مكيف، اشترى مكيف إنسان أمي،
ضغط على أن اشتغل، اجا هو بارد. وقد تجلس مع دكتور في الجامعة في علم التكييف، الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. يعني أي مسلم طبق المنهج قطف كل ثماره، أما المتعلم بيعلم، في فرق. أما المستهلك ما بيحتاج إلى تعلم. يعني أي واحد لو ما درس غض بصره، في أمر إلهي بغض البصر، ضبط دخله، ما أكل مال حرام، ما كذب، ما غش، قطف كل ثمار الدين. فلذلك يقولون الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. الآن العلوم التي نحن نعيشها جميعاً ما هي؟ تنتهي بالقانون، تنتهي بالقانون. ما القانون؟ علاقة بين متغيرين مقطوع بها تطابق الواقع عليها دليل. لو ألغيت من القانون الدليل صار تقليداً، لو ألغيت الواقع صار جهلاً، لو ألغيت العلاقة المقطوع بها أصبحت وهماً 30%، شكاً 50%، ظناً 70%، غلب الظن 90%. قطع، علاقة مقطوع بها قطع بين متغيرين تطابق الواقع عليها دليل. ماذا يقابل في الإسلام القانون؟ السنن. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما هي السنة؟ لأن دخلنا بلب الموضوع. أول شيء الهدى البياني. قاعد بجلسة سمعت كلمة من عبد لله فقير، حضرت خطبة مسجد، اقتنيت كتاب تفسير، سمعت ندوة تلفزيونية على الإسلام. هدى البياني يعني أرقى مرحلة بالهداية. أنت مرتاح، ما عندك ولا مشكلة ببيتك، بعملك، بصحتك، لكن الله عز وجل تفضل عليك، أطلعك على شيء من الهدى، الهدى البياني. الموقف الكامل في الهدى البياني الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الجلسة هي هدى بياني. سمعت درس، سمعت خطبة، تابعت ندوة تلفزيونية إسلامية، هدى البياني. الموقف الكامل في الهدى البياني الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إيه ما استجاب، بيقول له الطبيب للمريض اللي معه التهاب بالمعدة حاد، لابد من حمية لستة أشهر على الحليب فقط والشفاء تام. فإذا غلب عليه رغبته في الطعام والشراب في عمل جراحي صار. هدى البياني أرقى شيء. سمعت محاضرة، سمعت خطبة، قرأت تفسير، ناقشت العملية فكرياً، استجبت لله. هدى البياني استجابة. ما استجاب في تأديب تربوي. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. في ناس بالهدى البياني، ناس بالتأديب التربوي ما تاب، لا بالهدى البياني استجاب ولا بالتأديب التربوي تاب. في امتحان ثالث صعب، سهل صعب، الإكرام الاستدراجي. تفتح الدنيا، دخل فلكي. لازم بالإكرام الاستدراجي يشكر. إذا كان لا بالتأديب التربوي لا بالهدى البياني استجاب ولا بالتأديب التربوي تاب ولا بالإكرام الاستدراجي شكر، بقي القصم. وكل واحد منا ينبغي أن يدرس حالته بأي مرحلة هو. هي اسمها
سنن الدفع إلى الله، سنن الدفع إلى الله. في عنا سنن أخرى الردع، أهم هذه السنن المصائب. المصائب تصيب الأنبياء، بس الأنبياء كشف، في عنده كمال لا نهاية له. ذهب إلى الطائف 80 كيلومتر مشياً على قدمين، كذبوه، سخروا منه، أغروا صبيانهم بضربه، والدم سال من قدمه الشريف. جاءه ملك الجبال قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا يا أخي، اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون. هي أعلى درجة. هي أثناء الهجرة تبعه سراقة، دقيق طبعاً، 100 ناقة. شو معنى ناقة؟ هلأ شو بيقابلها؟ مرسيدس بالضبط. 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً. تبعه سراقة، قال له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ شو؟ واحد ملاحق 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، يقول له: أنا سأصل وسأنشئ دولة وسأحارب أكبر دولة بالعالم وسأنتصر، وسوف تأتيني غنائم كسرى، ولك منها يا سراقة سوار كسرى. لا تقول انتهينا، هذه الأمة لا تموت. أيام بتنام شوي، هذه الأمة لا تموت أبداً. سبحان الله، عوامل بقاء ضمن الأمة. وهذا الأمر مشان طمنكم، كل جهة قوية في الأرض أرادت أن تقمع الدين كمن يصب على النار البنزين يزيده اشتعالاً. وفي كلمة قد لا تفهم بشكل دقيق، ما في جهة لها فضل على الصحوة الإسلامية إلا أعداء الدين. هذا الدين كلما قمعته يزداد قوة. فلذلك إذا الإنسان بيساعد صحوة ويقظة، عرف سر وجوده وغاية وجوده، وبحث عن الحقيقة، وصل لله عز وجل، واستقام على أمره، وطلب العلم. لا بد من طلب العلم. الآيات: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. آية ثانية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ينبغي أن تكون مع الصادقين. هلأ في عنا شيء دقيق، لك أصدقاء، لك أقارب، في سهرة أسبوعية، في رحلة، في نزهة. هؤلاء الذين حولك إن استطاعوا أن تجر إليهم دعهم فجأة، وإن أمكنك أن تجرهم إليك ابق معهم كلعبة شد الحبل. إن أمكنك أن تشدهم إليك، إلى دينك، إلى صلاتك، إلى غض بصرك، إلى تحرير دخلك، ابق معهم. أما إذا أمكنهم أن يشدوك إليهم دعهم فجأة. لذلك إخواننا الكرام، الدين عظمته في كليات، العقيدة كلية، والسلوك شيء ثاني. السلوك نوعان: نوع سلبي استقامة، نوع إيجابي عمل صالح. المستقيم ما أكل مال حرام، ما كذب، ما غش،
ما افترى، ما فرق بين زوجين المستقيم، أما أنفق من ماله، من علمه، من جاهه، من مكانته. فالعمل الصالح له جانبان، جانب سلبي الاستقامة وجانب إيجابي العطاء. يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع. إذن في عنا الهدى البياني والتأديب التربوي والإكرام الاستدراجي، وعنا الإنسان عقل يدرك غذاؤه العلم، وقلب يحب غذاؤه الحب، وجسم يتحرك غذاؤه الطعام والشراب. فإذا غذيت عقلك بالعلم وقلبك بالحب وجسمك بمال حلال بطعام اشتري بمال حلال تفوقت. لذلك الآن دقيق، لم ترد كلمة نجاح في القرآن ولا مرة. ما الذي جاء محلها؟ الفلاح. نجاح أحادي، بيل جيت معه 93 مليار دولار، على فراش الموت قال هذا الرقم لا يعني عندي شيئا. وجوبس 700 مليار تبع أبل نفس الكلام قاله. لذلك دقيقة، في رزق وفي كسب. الرزق ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، تصدقت فأبقيت. ثلاث بنود: أكلت، أفنيت، لبست، أبليت، تصدقت، أبقيت. اثنين من ثلاثة ليس لها أثر مستقبلي. أما الكسب حجمك المالي، لم تنتفع بهذا المال إطلاقاً لكن تحاسب عليه. فالبطولة: إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من هنا النعمة الأولى الهداية، ثم الصحة، ثم الكفاية. فمن أكرمه الله بالهداية وصحته تمام وله مأوى يؤويه فهو حقق أعلى شيء في الدنيا. لذلك سأل ملك وزيره: من الملك؟ قال له: أنت. قال: لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، إن عرفناه جهدنا في إذلاله، وإن عرفنا جهد في استرضائنا. هذا الملك الذي ما عرفناه ولا عرفنا له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزقه يكفيه. فإذا واحد الله عز وجل أكرمه بالهداية وبأسرة صالحة بمأوى حقق من الدنيا كل شيء. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إيمانكم جميعاً، وأهلكم وأولادكم وصحتكم ومالكم. خمسة، والسادسة أهم واحدة، واستقرار هذه البلاد. هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها، والحمد لله رب العالمين. في الختام أيها الأحباب الكرام، لا يسعنا إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده إن شاء الله تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وحياكم الله، وسدد على الخير خطاكم، وإلى لقاء قادم في الأسبوع القادم. فحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.